السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار إن شاء الله غادي نقدم واحد الموضوع خاص بكيفية التعامل مع أرانب في عمر 3 أسابيع. إذن هاد الخلفة راه يعني فيها 3 الأسابيع كما كتلاحظوا صافي كيوليو مكسيين بالشعر، كاينة واحد الحيوية، كيفتحوا عينيهم، كيحاولوا أنهم يبداو ياكلوا من عند العلافة ديال الأم. وهذا هو الموضوع ديالنا هاد النهار، ان هاد الارانب بداو كيخرجوا من بيت الولاده، يعني في البدايه كتكون الام هي اللي كترضعهم. ملي كيخرجوا انتم كما كتشوفوا كاينه واحد العلافه، هي كنحطوها هنايا وهي كتاكل من جهه الاخرى. لاحظوا اش راه واقع، ان كاين واحد الصغير راه كياكل مع الام ديالو. منين كتشوفوا الام ديالو كاين في 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 العلافه في البدايه، يعني في في في, في يعني ملي كيكونوا عاد صغار ما كتضربهم ما والو، يعني كتكون كتقول بلي هذوك راهم الصغار ديالي، كتلقاهم بحال اللي محتضناهم، ماشي مشكل يدخلوا العلافه ديالها. من بعد انا بحال دابا هذه راه حامله عاوتاني، ملي كتكون حامله كتولي شويه عدوانيه. في الاول ما كتكونش عدوانيه، يعني منين يلا كتولد كتكون في السيمانه الاولى عدوانيه، السيمانه الثانيه كتبدا تقل العدوانيه ديالها. ملي كتبدا تحس براسها حامله يعني يعني الصغار ديالها في الكرش ديالها، سمو كيوقع انها كتولي كتحس بلي راه كاينين صغار اخرين من غير هادو. هو هنايا راه مازال ما احتضناهم، غير الاسبوع الجاي ان شاء الله كتحس بها ولات عدوانيه، والبلاصه اللي كتاكل منها يعني هاد العلافه انتم كما كتشوفوها راه كياكل منها هاد الصغير، غادي تولي كتعضو باش يخرج باش هي تاكل باش تغذي الصغار ديالها اللي عاد في الكرش. شو هاد يعني بحال المنظومه، يعني جاو صغار كتعتني بهم ماشي مشكل، الا جاو صغار اخرين وخا في الكرش صافي كتولي كتنفر هذيك الصغار الاخرين، ممكن انها تعضو او تجرحو او ممكن انها تقتلو كاع. علاش؟ لانها كيتعدى لها على الاكل ديالها، وبالتالي ملي كياكلها من الاكل ديالها كتولي يعني كيتعدى لها على الصغار ديالها اللي كاينين عاد في الكرش. يعني هي خصها تغذي الصغار ديالها اللي كاينين في الكرش وفي نفس الوقت كترضع هاد الصغار هادو اللي في عمر قبل الفطام. يعني منين غادي يوصلوا للفطام صافي راه غادي تولي تجري عليهم، صافي هي كتقول لهم كاينه خلفه جديده، صافي نتوما صافي. انا سمو درت الحيله ان درت لهم هاد العلافه، راه كاينه في الفيديو ديالي مع الفيديوهات ديالي في القناه، راه كاينه هاد العلافه، راني كيفاش الصنع ديالها بسيطه، غير اما يعني علبه ديال شي مثلا قوطي ديال الكاشير ولا شي حاجه، شي زنكه شيطه عندكم في الدار، راني وريت الطريقه كيفاش تصنعوها باش يبعدوا. انت هي راه صغيره، الفم ديال الام الكبيره ما يمكنش يدخل في هذه العلافه، كتكون هذه العلافه خاصه غير بالصغار، يعني ما يمكنش هي تمشي وتبقى تاكل منها، انها صغيره في الدوره ديالها، في الحجم ديالها صغيره. بهذه الطريقه غادي هما يبقاو ياكلوا من هذه العلافه ويخليوا الام ديالهم ترونكيل في العلافه ديالها. العلافه ديالها وهي هذه انتم كما كتشوفوا، هذه راه ها انتم، هذا باقي عاد ما اكتشفش، انا عاد حطيتها في هذا الصباح راه ما اكتشفش هذيك. ها شوفوا اسمو، راه تبقى دير له، راه بغات تاكل وهو راه كيضايقها. انتم كما كتشوفوا راه ضايقه، انتم غنوريكم مزيان، انتم الى كتشوفوا ها انا غادي نحل كاع الكاج باش تشوفوا مزيان اسمو راه واقع. شوفوا هو اسمو فين راه، انتم راه كياكل من العلافه ديال الام، ومخلي العلافه هنايا اللي دايرها له، ولكن غير باقي ما اكتشفش، غادي غير اكتشفها، غادي يخلي هاد العلافه اللي الام كتاكل منها باش ما يبقاش تجري عليهم. يعني خاصها ماشي تبغي تاكل وهو كيضايقها. هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، خاصكم ديروا علافه خاصه، وهذه العلافه ممكن انكم باش ما يبقاوش يطلعوا ويديروا فيها يفزقوا فيها ويضيعوا الماكله اللي انت حاط لهم، ممكن انك تعليها
يعني على حسب النيفو، يعني ممكن ديرها هنا باش يبقاو يطلعوا هكا يتشعبطوا وياكلوا منها. دابا حيت هما باقيين عاد صغار انا درت لها لهم قريبه لهم باش ياكلوا منها. اذا هذه هي الحلقه ديالنا النهار، راه حلقه مهمه، حاولوا انكم تفهموا هذه القضيه هذه، ان الام الا مشات حتى القاس باللي الصغار ديالها في العلافه ديالها غادي تقضربهم. حاولوا انكم ديروا علافه خاصه بالصغار، وماشي كتشرى ولا كتباع، لا هذه غير ممكن انكم تصنعوها بوحديتكم. راه كاين الفيديو ديال دخلوا القناه ديالي وبحثوا في واللي بغى الرابط يقولها لي في يعني في التعاليق، وغادي نرسل له الرابط ديال هاد العلافات الصغار اللي كيكونوا خاصين غير بالارانب الصغار. وهاد العلافات راه غير صنع، ماشي كيتشرا ولا، هادو غير صنع، يعني صانعهم كتجي طويله تقريبا فيها واحد جوج شبوره ولا شبر ونص. المهم في الدوره ديالها ما غاديش تبقى هي تاكل معاهم، غادي يبقاو ياكلوا غير هما، وكتبقى تعليوها بالنيفو على حسب الطول ديالهم باش ما يطلعوش ويزبلوا فيها. اذا هذا هو الحلقه ديالنا هذا النهار، يعني حلقه مهمه، حاولوا انكم تكونوا ملمين بجميع الافكار اللي بخصوص تربيه الارانب. الحلقه ديالنا راه سالات، شكرا على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا وباش نزيدو القدام، وديما نقرص لكم الفيديوهات اليوميه ان شاء الله. تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.